Our lecture today is about transfusion. Transfusion involves أحد يسمعني، أحد موجود من ال نعم دكتور، وياك نسمعك. الشيرنج واضح والصوت واضح؟ واضح دكتور، كله واضح. Okay. Our lecture is about transfusion. Transfusion means transfusion of blood and blood product. يعني هو عملية نقل الدم. احنا تطرقنا بالمحاضرة السابقة على الهيموريج وقلنا من ضمن التريتمنت انه ممكن يحتاج بلاد ترانسفيوجن. Objectives of our lecture to understand the use of blood and blood product, the benefits and the risk of blood transfusion. شو وقت بدأ البلاد ترانسفيوجن؟ كانت بالبداية اكو ترايلز انه ينقلون دم من الانيمالز للهيومان، كلها فيلد لان اكو يعني سبيشيز سبيسيفيك. بعدين الما توصلوا انه فيها سكسسفول ترانسفيوجن ان 1829. Now what are the indications of blood transfusion؟ اكيد مو كل واحد يصير عنده لوس، ممكن يعني لازم ننطي، كل واحد عنده انيميا لازم ننطي بلاد، لا. ترانسفيوجن يعتبر ك اوبريشن بي كومبليكيشن هوايه، ولهذا should be avoided if possible and many previous uses of blood and blood product are now no longer considered appropriate. So the indication is limited to first indication is acute blood loss مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة to replace circulating volume and maintain oxygen delivery. إذا عندنا الكلاسز اللي قسم المحاضرة السابقة. إذا عندنا preoperative anemia يعني عندنا anemia واحد يحتاج surgery must be corrected to ensure adequate oxygen delivery during the preoperative phase. Third indication is symptomatic chronic anemia without hemorrhage or impending surgery. يعني واحد عنده chronic anemia بس symptomatic. مو واحد asymptomatic chronic anemia متعود عليها، لا، هذا عندنا وقت انه نعوضه باشياء غير blood transfusion. Fourth is indication in patient with hemorrhagic state. Hemorrhagic state يعني هو مثلا عند bleeding tendency، مثلا thrombocytopenia، عند hemophilia or liver disease، فلازم ننطي blood or blood product to arrest hemorrhage or as prophylactic measure prior to surgery. مثلا واحد عنده hemophilia وعنده elective operation، هذا لازم نصعد الفاكتور 8 قبل ما نبدأ surgery، يعني بدون preparation هو عنده deficiency بالفاكتور فراح يصير عندنا uncontrolled bleeding. واضحة هسه ال indication acute blood loss, preoperative anemia, symptomatic chronic anemia, symptomatic مو asymptomatic وال hemorrhagic state. زين، هذا البلاد هو احنا شلون منين نحصله؟ نحصله من اكيد متبرع اللي هو يسموه الدونر. زين، هذا البلاد تعرفون هو بالبادي راح يكون يعني تمبرتشر تختلف، بالبادي تمبرتشر هي 37. زين، حتى احنا حنحافظ عليه لازم اكو سبيشال بلاد بانك يسموه هسه اللي هو يعني مصرف الدم، هذا بي سبيشال ريفرجريتر، ثلاجات خاصه لازم تحفظ الدم درجة حرارة من 2 إلى 6 درجة اللي هي 4 بلس ماينس 2. ليش؟ لأنه إذا البلاد allowed to stand at a higher temperature for more than 2 hours in danger of transmitting infection. زين، حتى نحفظ البلاد لازم أكو
مواد حافظه. ولهذا يعني احنا البلاد اذا تعرفون اذا البلاد ينعاف بدون انتي كواجلينت راح يصير بيه راح يتخثر يصير عباره عن خثر ويخرب البلاد. اذا most commonly used anti coagulant for blood storage are عندنا citrate phosphate dextrose اللي هو CBD. Blood storage is limited to 21 days. عندنا citrate phosphate dextrose adenine. And also blood is limited to 35 يعني مدة أكثر 35 days اللي هي 5 weeks for the white PC and 6 weeks for the RBC. لحد الآن واضحة الأمور إنه يعني عندنا indication for blood transfusion. البلد لازم أكون متبرع يعني بعدين من ننطي لازم نخليه بمصرف دم، مصرف دم لازم به ثلاجات خاصة تحفظه بدرجة حرارة 2 إلى 6 درجة. أوكي يعني إذا عفناه ممكن راح يزيد الريسك أوف إنفكشن وبنفس الوقت تصير به coagulation، ولهذا نستخدم الأنتي كوجلين فور بريزرفيشن أوف البلد. زين الدونر، اي دونر لازم يعني نجي من اي دونر ناخذ بلاد؟ لا لازم دونر سكرين تو اكسكلود اني دونر هوز بلاد ماي هاف ا بوتنشال هارم تو ذا بيشنت اند تو بريفنت بوسيبل هارم ذات دونيتنج ا يونت اوف بلاد ماي هاف اون ذا دونر. لازم الدونر يكون فت حتى ما يتاذى، مو واحد عنده انيميا ويتبرع ببلاد هذا اكيد هو راح يتاذى الدونر. اوكي يعني عنده كارديك بروبلم، عنده فد كرونيك ديزيز، اذا هو راح الهارم فروم ذا بلاد ترانسفيوجن. او ممكن البلاد مالته هو عنده مثلا اتش اي في، هيباتايتس بي سي، اور اني انفكشن، فممكن راح ينقله، اذا هو راح ياذي الريسيبينت، ولهذا لازم نمنع الضرر على الدونر وعلى الريسيبينت. شقد اماونت عادة drawn from the donor؟ عادة هو الباينت 450 مل أو سي سي. شقد ممكن يتبرع؟ هي الماكسيموم 3 times a year. بعدين هذا البلاد لازم ينفحص، لازم يسوي له سكرينينج، يعني هو ياخذوه من المتبرع بس ما يصير يطو رأسا، لازم يسوي له سكرينينج فور هيباتايتس بي سي والاتش اي في والسيفلس. يعني سام سنترز دونيشن ار ليكو ديبليتد، يعني الوايت بي سي يطلعوها اجينست ذا فاريانس اوف روسفيلد ياكوب ديزيز اولسو ريديوس الاميونوجينيسيتي اوف ترانسفيوجن. And also the blood grouping اللي هي ABO والRH دي blood should be determined as well as the presence of irregular red cell antibodies. And then the blood is either transmitted as a whole blood or may be processed into subcomponents. هسه نجي على التقسيم، هو البلاد ترانسفيوجن ممكن يكون هول بلاد. شنو الادفانتج اوف هول بلاد؟ هو اكيد الى ادفانتج ديس ادفانتج، هاز سيجنيفيكانت ادفانتج اوفر باكسيل از ات از كوجوليشن ريتش، كوجوليشن فاكتور ريتش يعني ريتش بالكوجوليشن فاكتور. اذا كان فريش بلاد هو لازم يعني اقل من 72 ساعة and more metabolically active than stored blood. Also white PC are rapidly destroyed in stored blood. Platelet survival at 4 degree مثل ما قلنا هو ينخزن من 2 إلى 6 يعني 4 degree is considerably reduced and few functionally useful after 24 hours. Also the clotting factor 5 and 8 are labile and their level falls quickly. اذا الهول بلاد هو الادفانتج مالته اذا فريش راح يجهز لنا بالكوجوليشن فاكتور بالاضافه الى الار بي سي طبعا بالاضافه الى الفوليوم نفسه. مثل ما قلنا بالهيمرج احنا نحتاج مو بس نحتاج فوليوم ونحتاج ار بي سي. هسه
اذا عندنا واحد كرونيك انيميا، مثل ما تعرفون بالكرونيك انيميا البادي ادابتد للانيميا، راح يكون الفوليوم بلاد فوليوم نورمال but there is a deficiency in the RBC. So impact red cells are cells that are spun down and concentrated. يعني ناخذ من البايت بس ال RBC ونعوف البلازما او السيرم. So each unit is about 330 milliliter and has a hematocrit about 50 to 70%. إذن هي concentrated blood. But cells are stored in a SAG M solution to increase their shelf life to 5 weeks at 2 to 6 degrees. The order, يعني preservation strength with CBD and giving shelf life of only 2 to 3 weeks. إذن هي المين ادفانتج اوف ار بي سي، هي اذا عندنا كرونيك انيميا يعني ما يصير واحد عنده هيموريج ننطي باكت سيلز، لان ما راح ازيد له الفوليوم، راح ازيد بس الار بي سي. إذن هي مفيده اذا عندنا واحد كرونيك انيميا ان اوردر تو ديكريز ذا فوليوم اوفرلود. يعني تعرفون اذا صار عندنا فوليوم اوفرلود ممكن المريض يصير عنده بالمونري اوديما. سو وي use packed red cell in case of chronic anemia. عندنا الفريش فروزن بلازما، من اسمها هي فريش فروزن، is rich in coagulation factor and is removed from fresh blood and stored at up to minus 50 degree with a 2 year shelf life. So it is coagulation factor rich and it is the first line therapy in the treatment of coagulopathic hemorrhage. And as there is no cells in fresh frozen plasma, so the Rh positive may be given to Rh negative woman. Cryoprecipitate is a fresh. Cryoprecipitate هي يعني من اسمها إنه هي precipitate after thawing of the fresh frozen plasma at 4 degree and white glutinous precipitate remains, and if the supernatant plasma is removed, this cryoprecipitate is very rich source of factor 8 and fibrinogen and should be stored at a minus 40 degree. إذا نحن تقدر توضح لنا النقطة الأخيرة من الفريش فروزن بلازما؟ الصوت مو واضح، ماذا اسمع دكتور؟ بس وضح لنا النقطة الأخيرة من الفريش فروزن بلازما. فريش فروزن بلازما شنو بيها؟ النقطة الأخيرة مالت الفيرست لاين ثيرابي. احنا مو عندنا البلاد ترانسفيوجن لازم يكون يعني كومباتبل، ما نقدر ننطي مثلا البوزيتيف يعني ما يصير ننطي اذا وحده اذا ومن. هسه راح نجي عليها هسه تفتهموها، انه اذا ومن هي يعني نيجاتيف ما يصير ننطي لها ار اتش بوزيتيف. عرفت شلون؟ حتى ما يصير سنسيتايزيشن وبعدين يصير عندنا. بينما هاي بما انه هي ما عندها يعني فريش فروزن بلازما ما بيها هاي الانتيجين، اذا نقدر ننطيها لان ما راح يصير سنسيتايزيشن. هسه راح تفتهموها من نوصل الار اتش. هسه نجي على البليتليتس. البليتليتس هي مثل ما تعرفوا الصفائح الدموية are supplied as a pool platelet concentrate containing about 250 multiplied by 10 to 9 cells per liter
platelets are stored as special agitator at and have a shelf life of only 5 days. Platelet transfusion are given to patients with thrombocytopenia with a platelet dysfunction who are bleeding or undergoing surgery. إذا عندنا نقص بالصفائح whether it is يعني decrease in the number يعني مثل thrombocytopenia or dysfunctional platelet مثلا decrease in number عندنا واحد thrombocytopenia مثلا idiopathic thrombocytopenia اللي هي او thrombocytopenic purpura راح يكون عندنا destruction of the platelet راح يصير عددها قليل اذا لازم نعوضها بالplatelet او واحد عنده dysfunctional platelet مثلا ياخذ اسبرين تعرفون الاسبرين يمكن اخذتوه بالادويه لو بعد انه الاسبرين هو irreversible inhibitor of platelet فاذا اريد تصححها لازم شو نسوي ممكن ننطي بليتليت جاهزه اكو البروثرومبين كومبلكس كونستريت بروثرومبين كومبلكس كونستريت ار هايلي بيوريفايد كونستريت بريبيرد فروم بولت بلازما اند ذي كونتين فاكتور 2 اند فاكتور 9 اند فاكتور 10 اند فاكتور 7 may be included or produced separately. Prothrombin complex concentrates are indicated for emergency reversal of anticoagulant or warfarin therapy and uncontrolled bleeding. هسه نجي على مصطلح الاوتولوجوس بلاد. من اسمه اوتولوجوس بلاد معناها هو بلاد منين يجي من نفس الشخص يعني autologous blood فIt is possible for the patient undergoing elective surgery to pre-donate their own blood up to 3 weeks before surgery for retransfusion during the operation similarly during surgery blood can be collected in a cell saver and this washes and collect red blood cells which then can be returned to the patients يعني شنو معناها معناها انه واحد عنده elective surgery نعطي date for surgery after 1 month ممكن يتبرع هسه and up to 3 weeks before surgery وهذا البلاد نحفظه حتى اذا احتاجنا during surgery او ممكن during surgery احنا مثل ما تعرفون البلاد اللي هو يصير بيه بس during surgery ممكن يدخل في جهاز خاص هذا الجهاز يصفيه خوش وبعدين رجع للمريض هسه نجي على شنو الترانسفيوجن تريجر يعني احنا شو نريد نحصل يقد ال HP حتى نعتمد عليه for transfusion. Historically patients were transfused to achieve hemoglobin قبل كانوا الهيموغلوبين ليفل لازم أكثر من 10 جرام بير ديسيليتر. And this has now been shown to be not only unnecessary but also associated with increased morbidity and mortality compared with our target value. مثل ما قلنا هو transfusion هو يعني به مشاكل لا يخلو من مشاكل ولهذا لازم should be limited to a certain indication. So the hemoglobin less than 6 probably will benefit from transfusion. While from 6 to 8 transfusion is likely to be a benefit in the absence of bleeding or impending surgery. وإذا أكثر من 8 there is no indication for transfusion unless إذا مثل ما قلنا ال indication of blood transfusion اللي حكينا عليها يعني ما نعتمد على ال HB for transfusion إذا ال HB أقل من 8
يعني ممكن من 8 من 6 الى 8 لازم نشوف يعني نسوي اسسمنت، ممكن ننطي او ممكن ما ننطي، بس اذا اكثر من 8 هو اسمبتوماتيك وما عنده انديكيشن ما يحتاج بلاد ترانسفيوجن. بلاد جروبز اند كروس ماتشنج، مثل ما نعرف انه لازم احنا هذا البلاد نسوي له تحضير حتى ننطيه حتى ما يسوي harmful effect to the recipient. ولهذا احنا عندنا اكو انتيجين وانتيبادي بالبلاد. عندنا two groups of antigen اللي هي important in blood transfusion هي الـ ABO والـ RH system. الـ ABO system هي strongly antigenic and associated with naturally occurring antibodies in the serum. يعني الـ antigen والـ antibody موجودات بالـ blood from the start not induced عكس الـ RH system. The system consists of three allelic genes اللي هي الـ A والـ B والـ O which control the synthesis of enzymes that add carbohydrate residues on the cell surface glycoprotein. هسه نجي على تقسيم الـ A B O. كل حكيناها راح نجي على التيبل نشرح لكم انه شنو الفينوتايب وشنو الجينوتايب. عندنا كم بلاد جروب؟ عندنا الاو وعندنا الاي والبي والاي بي. هاي الفينوتايب اللي هي البلاد جروب، واحد يقول اني او هو او، اذا شنو الجينوتايب مالته؟ الجينوتايب مالته هو او او. اوكي، شنو الانتيجين الموجوده بالدم مالته؟ ما عنده انتيجين. وليش سموه او؟ لان هو يعني اعتبار زيرو انتيجين، there is no antigen. while have antibody اللي هي ال anti A وال anti B. the frequency مالته about 46%. يعني شنو هذا الاو؟ الاو ما عنده انتيجين، نقدر اذا نقدر ننطيه لاي بلاد جروب لان انتيجين ما في. اوكي، فما راح يصير بي incompatible blood transfusion. بينما الـ A genotype يا اما اخذتوها بالوراثة يا اما AA or AO. الانتيجين اللي بي هو من اسمه لازم بي الانتيجين A. شنو الانتيبادي اللي بي؟ الانتي بي، يعني ما يصير هو ذا اي خو ما يصير بي يعني انتي A، لازم انتي بي. The frequency مالته 42. البي هم الجينوتايب يا اما بي بي اور بي او، الانتيجين مالته هو البي والانتيبادي هو الانتي اي. اذا ذن الجروب ما يصير ننطي، يعني لازم الاي للاي والبي للبي، يعني يصير اذا انطينا بالعكس راح يصير شنو هو انتيجين انتيبادي رياكشن. بينما الاي بي هو لازم بي اي وبي، ما بي خيارات، وبي الانتيجين بي الاي والبي، ولهذا ما راح يكون بي انتيبادي لان يعني هو نفسه بي الانتيجين اي والبي، ولهذا راح يكون هذا ممكن ما عنده انتيجين، فممكن من كل البلاد جروب يستلم بدون ما يصير انتيجين انتيبادي رياكشن. بينما الـ RH system is strongly antigenic and present in about 85% of population in the United Kingdom and antibodies to the D antigen are not naturally present in the serum of the remaining 15% of individual but their formation may be stimulated by transfusion of RH positive red blood cells or they may be acquired during delivery of RH D positive baby. هي شنو المشكلة؟ انه هو المشكلة انه عندنا 85% من البشر هم عندهم ال RH ويسموه، يعني اذا عنده ال RH
او الدي بوزيتيف راح يسموه مثلا او بوزيتيف بي بوزيتيف. بس عندنا هي المشكله وين بالريمينينج 15% اللي هم ما عندهم الار اتش. دول ايش ممكن يصير؟ ممكن يصير اذا اخذوا ار اتش بوزيتيف بلاد راح شي يصير عندهم؟ راح يتحفز الاميونيتي يسوي انتي دي. اوكي، فاول مره بس يصير برودكشن اوف ذا انتي بودي. فاذا اخذ ثاني مره راح يكون عنده شنو؟ راح يكون عنده اكوايرد انتي دي، فراح يصير هذا الرياكشن. واللي هو وين تاثيره اكثر شيء؟ احنا تاثيره على الفيتوس during pregnancy اذا هي المذر تكون او نيجاتيف. اذا الريسك كلها على الفيميل اللي هي او نيجاتيف، لان نخاف انه اذا صار بيها تحسس صار عندها انتي دي during pregnancy and delivery there may be a reaction which cause راح تاخذوها بعدين يسموها الهايدروفيتاليس اللي هي تسوينا congenital anomaly and may lead to mortality of the fetus. اذا لازم احنا نكون حذرين ويا ال Rh negative women، ما يصير ننطيهم اي Rh positive blood حتى ما يصير عندهم sensitization ويصير عندهم ال NTD. لحد الان واضحه؟ عفوا دكتور، ال Rh negative لاي فصيله لو شرط الا الاو؟ نعم، ال R H نيجاتيف للمذر شرط الا ال O نيجاتيف لو ممكن اي فصيله نيجاتيف؟ لا ما له علاقه اي فصيله، لان هي المذر اذا نيجاتيف ريجاردينج ذا R H اي فصيله، يعني اذا هي نيجاتيف هي المشكله. اوكي تمام. هسه نجي انه شلون لازم نسوي تطابق الدم، سامعين بي الكروس ماتشنج. هو صحيح احنا ناخذ الدم مثلا اي بي او كومباتبل والار اتش يعني هم كومباتبل، مثلا عندنا بلاد جروب مال الشخص اللي نريد ننطيه هو اي بوزيتيف، متبرع هم اي بوزيتيف، يصير راسا ننطيه بدون ما نسوي كروس ماتشنج؟ لا، لازم نسوي كروس ماتشنج اللي هو الكروس ماتشنج تو بريفنت ترانسفيوجن رياكشن. شلون نسوي الكروس ماتشنج؟ اول شيء لازم الاي بي او والار اتش اوف بوث ريسيبيانت اند دونر، لان ذا ريسيبيانت سيرم از ذن ميكست وذ ذا دونر سيلز تو كونفيرم اي بي او كومباتيبلتي اند تو تيست فور ار اتش اند اني اذر بلاد جروب انتي جين انتي بودي رياكشن. هو احنا هنا ذني المين الار اتش والاي بي او، بس اولسو ذير از انذر انتي جين. فاذا اكو انتيجينك يعني انتيجين انتي بودي راح ايش وقت نكشفه بالكروس ماتشنج. فممكن اكو واحد هو اي بوزيتيف والريسيبيانت اي بوزيتيف، نسوي تطابق يطلع لنا عدم تطابق، لان اكو انذر انتيجين اللي هي يعني تعتبر ماينر ما اخذ يعني عاده ما ياخذوها بنظر الاعتبار، بس شافوا انه هي ممكن تنكشف بالكروس ماتشنج. اذا شلون نسوي الكروس ماتشنج؟ لازم نجيب سيرم اوف ذا ريسيبيانت، السيرم اللي هو بي انتي بوديز موجوده، ونجيب السيلز اوف ذا دونر اللي هو بي الانتيجين. فاذا اكو رياكشن حيصير بين السيرم والسيلز راح يكون يعني انكومباتبل فور ترانسفيوجن. هذا ايش قد ياخذ وقت؟ عاده ياخذ 45 minutes. إذا يحتاج وقت طويل. إذا عندنا more urgent situation، عندنا واحد عنده bleeding وصار عنده مثلا class 4 hemorrhage يحتاج urgent blood، خو ما ننتظر احنا ساعة حتى يجينا البلاد، ممكن ننطي type specific blood which is only ABO and RH matched and can be issued within 10 to 15 minutes. ممكن اذا يعني هم
عندنا حالات كلش طارئة ممكن جروب او اللي هو يسموه universal donor is giving to O negative to female طبعا والO positive to male patient. فاحنا دائما حذرين انه ننطي الO positive للفيميل اللي هي مثلا هي البلاد جروب مالتها نيجاتيف، نتحسس حتى ما يصير عندنا هذا السنسيتايزيشن. طبعا هو ان شاء الله من يعني تتخرجون تصيروا مقيمين، هي البلاد ترانسفيوجر راح تكون وظيفتكم، يعني هو انتم اللي ان كونتاكت وذ بيشنت. فاهم شيء لازم نتاكد من الاسم مال المريض، لازم اكثر من شخص يشيك الاسم، لان مرات يعني اكثر مشاكل هي بسبب يعني خطا بالاسماء. لحد الان واضحه؟ ما حد عنده سؤال؟ عفوا دكتور عندي سؤال. بالحاله الحرجه كلش يعني قبل اطلب مثلا او زائد او او ناقص، يعني بدون تطابق اصلا، يعني اذا حاله طارئه هي ما يحتاج. تمام. ممكن اذا احتاجينا كلش توب امرجنسي ممكن نستخدم الاو، واللي هو او بوزيتيف نقدر ننطيه للميل والاو نيجاتيف للفيميل. انتوا عندكم مشكله بالدخول؟ شو الحضور؟ نفس الشيء هم بس 84. احنا مو قلنا يعني على الجوجل ميت كان حضوركم احسن، كان 100 101 يصير. فشنو المشكله هسه؟ والله دكتور ما اعرف يعني، والرابط بس راح نحاسب علي هذا الغياب مات يعني بعد. نعم دكتور يعني بلغتكم من اول يوم الدكتور وليد حاسب بعد ماكو عذر، هو الظاهر يعني مو يعني الخلل مو بالمنصه، الخلل هو بالطلاب ما يريد يحضرون. اذا نحن حنبدي ما دام انه الحجه انتفت والميت زين ما بي مشاكل، راح نبدا من اليوم نحاسب على الغيابات. هسه نجي انه blood transfusion هم الى complication. تتقسم الcomplication الى complication from single transfusion، واهم complication طبعا هو incompatible hemolytic transfusion reaction، يعني اذا هاي صار خطأ بالاسماء، خطأ بالcross matching، ممكن ايش راح يصير؟ راح يصير severe incompatibility hemolytic reaction. It is usually fetal complement mediated intravascular hemolysis and multiple organ failure. The patient develop fever, rigor, pain in the lungs and also pink or red urine اللي هو due to hemoglobin urea. ليش يصير red urine؟ لأنه الهيموغلوبين راح يترسب بالكدني وبعدين يطلع باليورين فيصير هيموغلوبين يوريا. التريتمنت اهم شيء هو من يصير اي رياكشن ترانسفيوجن should be immediately stopped and also fresh specimen of venous blood and urine from the patient sent together with the all remain donor blood to the lab for checking. رأسا ناخذ blood من المريض ويورين وناخذ ونرجع اللي بقى من البوينت اوف بلاد حتى نسوي تشيكينج شنو المشكله. Also the patient need close follow up for the pulse, blood pressure and urine output and should be given intravenous fluid and diuretics may be indicated and use furosemide lasix up to 80 to 120 milligram IV is given to provoke diuresis and repeated if urine output falls below 30 ml per hour. Also may end with acute renal failure and dialysis may be necessary. Another is the febrile transfusion reaction. Febrile يعني ايش يصير عنده fever, rigor and some increase in the pulse. It is the result of pyrogen in the donor apparatus and largely avoided by the use of disposable plastic giving sets. Also another reaction is allergic reaction in which mild tachycardia and urticaria rash. راح يصير عندهم طفح جلدي
تحسس يعني rarely an acute anaphylactic reaction occur. It is due to allergic reaction to plasma product in the donor blood and treated. أهم شيء هم لازم نوقف transfusion and giving antihistamine drug أو ممكن ننطي steroid مثل hydrocortisone. Also the another risk or complication of single transfusion is infection. Whether bacterial infection مثل ما قلنا ممكن إذا هو يعني faulty storage راح enhance the growth of certain bacteria and may cause a bacterial infection. Also hepatitis with B, C, also HIV and malaria. Also another complication is air embolism if there is a cross of air within the giving set may cause air embolism or also thrombophlebitis and also transfusion related acute lung injury, especially in case of giving fresh frozen plasma. هاي الكومبليكيشن اوف سنجل يعني حتى اذا ننطي مرة واحدة ممكن هاي الكومبليكيشن تصير. عندنا هسه الكومبليكيشن اوف ماسف بلاد ترانسفيوجن من الاسم مالته ماسف يعني كمية هواية and is defined as transfusion of more than 10 units of blood in a 24 hour period or the replacement of more than 50% of the patient blood volume in 12 to 24 hours. إذن راح يكون عندنا بالماسف كميات هواية من البلاد ننطيها. إذن complication ممكن يكون first is coagulopathy. Coagulopathy ليش يصير؟ يعني عندنا كميات هواية volume هواية إذن due to dilution of clotting factor and platelets or due to disseminated intravascular coagulation. Also may be hypocalcemia and also hyperkalemia or hypokalemia and hypothermia. إذا هو كان cold blood ممكن كميات كبيرة راح يصير عندنا hypothermia. Also another important complication if the patient received repeated transfusion over a long period of time. مثلا عندنا thalassemia ياخذون blood transfusion frequently and so may develop iron overload because each transfused unit of red blood cell contain about 250 milligram of elemental iron. فهذول يصير عندهم مثلا hemosiderosis واللي هي complication of iron overload. حد الآن حد عنده سؤال؟ العفو دكتور، ليش يعني يصير عندهم يعني هايبر كاليميا وبعدين يصير عندهم هايبو؟ وهي تعتمد الهايبوكاليميا إذا صار عندنا فوليوم overload راح يصير عندنا dilution of the potassium راح يصير عندنا هايبوكاليميا. إذا صار destruction of RBC راح يصير شنو هو تعرفون البوتاسيوم وين موجود؟ intracellular. فإذا صار destruction of the RBC إيش راح يصير؟ راح intracellular potassium حيطلع حيسوي لنا هايبركاليميا. فممكن اثنيناتهم يصيرون حسب يعني مو بنفس المريض. ممكن هذا يصير عنده هايبو ممكن هذا يصير هايبر. نعم أحد عنده سؤال بعد؟ دكتور اللي قلت له أشخاص يعني autologous blood يعني يصير لهم يعني من نفس البنيض هاي متبعة بالمستشفيات مالتنا لو؟ احنا عادة لا ما عندنا هيك يعني انه يعني هي عادة ما يعني مو كلش ضرورية لان يعني عادة عندنا يعني blood موجود وها فمو كلش ضرورية بس هي يعني classical teaching لازم تعرفهم. أحد عنده سؤال بعد؟ عفوا دكتور احنا قلنا يصير عنده هايبوكالسيميا ما قلنا يصير عنده هايبركالسيميا اكو كوز لهالشيء؟ اي ما يصير لان يعني هو الكالسيوم مو مثل البوتاسيوم فهو مجرد يعني الكالسيوم عادة يصير بيتشليتنج بال بريزيرفيتيف اوف بلاد بالاضافة الى الهيمو ديليوشن اللي دا يصير.
بس ما يصير هايبر كالسيميا. بعد أحد عنده سؤال؟ بعدين ولو هو هذا مو مطلوب كلش من عندكم، مانجمنت اوف كوغلوباثي، اذا عندنا كوغلوباثي شلون نعالجه؟ طبعا اكو should be managed aggressively according to the standard guideline as follows: fresh frozen plasma if the prothrombin time اللي هو البي تي، يعني نسوي لهم تحاليل مال البليدنج بروفايل اللي هو البي تي والبي تي تي. فإذا الـ PT والـ partial thrombobulastin اللي هو PTT أكثر من 1.5 times the normal، cryoprecipitate if the fibrinogen less than 0.8 gram per liter، and also may give a platelet if the platelet count less than 50. أوكي، يعني بس أريد إيش تطلعون عليها يعني وكلش مهمة. بعد أحد عنده سؤال؟ دكتور بس البلاد بالنسبه لان اذا انا اردت انطي للبيشنت لو كان درجه حراره البلاد يعني تختلف عن درجه حراره الجسم شلون راح ادفي؟ طبعا هو هذا البلاد اذا يعني عندنا single unit ممكن ما يحتاج اصلا ندفيها، او اذا اريد ندفيها عاده اكو فد هيترات خاصه for warming the blood. يعني هاي يعني هاي الهيترات الخاصة ما تاخذ وقت ممكن المريض يروح؟ لا، هو اذا انت بالاكيوت ما يحتاج تدفي بعد. اذا بالاكيوت هي مريض لا ما يحتاج تدفي، تنتظرين تدفي. او ممكن اذا عندنا وقت ممكن ندفي بهيتر خاص ما يطول لي يعني فترة، يعني ممكن ننطي. دكتور نعم دكتور، ال RH positive من قلنا ننطي للبيشنت الميل، الميل ممكن يكون RH negative يعني بهاي الحالة شلون؟ هو إذا كل شيء ما يصير بيتقابل هو راح يصير عنده برجنسي الميل، ما خايفين من نعم راح يسوي ديفلوبنج للانتي بادي، وممكن مثلا الترانسفيوجن الجاي ممكن إذا نفس الخطأ يمكن يسوي رياكشن. هو هاي ما يحتاج لان هو انتخاب ما يومي راح يصير بنفس الخطا، هو بس بالامرجنسي توب امرجنسي. فعاده انت اذا يعني مره ثانيه يحتاج راح يسوي له سكرينينج وما يصير ينطو، لازم انه هو اذا ار اتش نيجاتيف لازم ينطو نيجاتيف. بس هو الخوف انه هي اذا فيميل وممكن يصير عندها بريجنسي، هي هاي المشكله بس. ماشي نعم. احد بعد عنده سؤال؟ هسه الحضور اللي موجود بس 86، اذا يعني راح نسجل الحروف والبقيه راح يعني نشوف شلون تعرض يعني. اوكي، شكرا جزيلا.